معرض جيمرز كون جدة يرجع لكم من جديد من 13 سبتمبر إلى 15 سبتمبر. تعالوا هناك وجربوا أفضل الألعاب. كل المعلومات راح تلقونها تحت في الديسكريبشن. هلا والله، حلقة خمسة أشياء اليوم راح نذكر لكم فيها خمس ألعاب طوروها الفانز بمجهودهم الشخصي مبني على ألعاب ناجحة، وطبعا بعدين جا الناشر ومنحها. وقبل ما نبدأ لا تنسون الاشتراك واللايك، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة ميتل جير ريميك، وطبعا هي لعبة ميتل جير الجزء الأول اللي نزل عام 1987 على جهاز MSX أو صخر. وعشان كذا قرر مجموعة من الفانز أنهم يطورون ريميك للعبة وتكون بمعايير اليوم. واحد من فريق المطورين اسمه آيان راتكليف يقول بعد ما قرروا أنهم يطورون اللعبة كلموا شركة كونامي، والمتحدث الرسمي في شركة كونامي قال لهم تقدرون تطورون اللعبة، طلب أن ما فيها أي نوع من أنواع الربح سواء بيع أو أي شيء كان. والمشروع كان طموح حتى أنهم جابوا ديفيد هيتر عشان الأصوات، لكن بعد إصدار التريلر للعبة في سنة 2014 تم إلغائها بشكل رسمي بسبب عدم دعم كونامي للمشروع، مع أنهم في البداية كانوا موافقين. والمطور نفسه يذكر أن كونامي بنفسهم كانوا محتارين في أنهم يعطون الضوء الأخضر للمشروع أولا، حسب كلامه بحكم ضخامة شركة كونامي وأقسامها الكثيرة. ويقول أن المشروع ضاع وتكنسل بسبب أن كل قسم له رأي، وفي الغالب أن القرار جاء من كونامي اليابان. وبكذا حلم ريميك ميتل جير الأولى انتهى، وكان مقرنة تصدر على منصة ستيم. ثاني لعبة معنا هي لعبة كرونو تريجر كريمزن إيكوز. لعبة الRPG المشهورة كرونو تريجر تعتبر واحدة من أفضل الألعاب اللي صدرت على جهاز سوبر نينتندو عام 1995، ومن يومها والجمهور يطالب سكوير إنكس أن تصدر جزء ثاني لها. طبعا نزلت كرونو كروس لكن ما اعتبر جزء ثاني مباشر لها، لكن لا حيل من تنادي. حتى جو مطورين معروفين باسم كاجار لابورتريز قرروا انهم يطورون كرونو تريجر 2. المطورين اخذوا روم الجزء الاول وعدلوا عليه عشان تكون القصة تكملة في نفس العالم واحداثها بعد 5 سنوات من الجزء الاول. بدأوا تطويرها عام 2004 واستمروا الين عام 2009 واكتملت بنسبة 98%. وعشان تختم اللعبة تحتاج 35 ساعة وفي 10 نهايات مختلفة، لكن قبل إصدار اللعبة بأسابيع سكوير إينكس أرسل رسالة للشركة بأنهم يخالفون القانون في انتهاك حقوقهم. وبعدها قرروا المطورين أنهم يقفلون على المشروع للأبد، وانتشر الخبر في الإعلام وقتها وتعاطف المطورين برغم أنه مخالف القانون. ومن بعد ما تكنسل المشروع تسربت نسخ كثيرة من اللعبة، منها الألفا والبيتا ونسخ غير كاملة من اللعبة. ثالث لعبة معانا هي لعبة AM2R أو Another Metroid 2 Remake. قرر مطور أرجنتيني اسمه ميلتون غوستاي أنه يطور ريميك للجزء الثاني من لعبة ميترويد، وعملية التطوير تقريبا أخذت منها 10 سنوات، وشارك فيها رسامين كثير عشان يساعدونه في عملية تصميم المراحل. وأصدر أول ديمو للعبة عام 2011 وديمو ثاني عام 2013، حتى أنه قرر يصدر اللعبة في تاريخ 6 أغسطس 2016 لأنه يصادف الذكرى 30 لميترويد، وقرر أن يصدرها بشكل مجاني للجميع. تعتقدون نينتندو إيش قررت تسوي في ذكرى لعبتها؟ أيوة، قررت أنها تحذف اللعبة، ورفعت طلب على جميع المواقع لتستضيف اللعبة بأنها تحذف الروابط وأنها انتهاك للحقوق. وبعدها بسنة أصدرت نينتندو الريميك الرسمي للعبة ميترويد 2، والمطور ترك المشروع وبدأ بوظيفة مصمم مراحل في شركة مون ستوديوز اللي طوروا لعبة أوري. ورابع لعبة معنا هي بوكيمون يورانيوم. بوكيمون يورانيوم من تطوير معجبين بوكيمون، أخذ تطوير اللعبة حوالي 9 سنوات. اللعبة فيها 150 بوكيمون من تصميم المعجبين، ومنطقة جديدة مشابهة للألعاب بوكيمون الرسمية، وفيها خدمات أونلاين مثل تبادل البوكيمونات والقتال. صدرت اللعبة في شهر 8 عام 2016. بعد وصول العدد تحميل فوق 1.5 مليون نسخة، أصدر مطورين تصريح بأنهم تلقوا أكثر من مرة خطابات انتهاك حقوق من نينتندو، وعشان كذا راح يحترمون رغبة الشركة بيحذفون اللعبة، وأنهم غير مسؤولين عن أي رابط آخر في أي موقع. وبعد الإعلان هذا بفترة قصيرة أعضاء مجتمع اللعبة طوروا موقع منفصل للعبة، وتم إصدار أكثر من تعديل وأضاف مميزات كثيرة للعبة بدون تدخل المطورين الأساسيين للعبة. وأخلى بمعنى هي لعبة ستريت أوف ريج ريميك. بعد تطوير مدة 8 سنوات للعبة Street of Rage Remake، المطور الاندي بامبر جيمز قرر انه يوقف عن تطوير اللعبة لمدة 8 سنوات طول عملية التطوير. يقول انه كان يرسل رسالة لشركة سيجا اكثر من مرة ويساعدهم بانهم يطوروا ريميك الجزء الاول من اللعبة،
يقولون سيجا ما كان عندها مانع، لكن ما في أي فائدة لو ما كان عندك ورقة رسمية من الشركة تسمح لك أنك تطور لعبة. بس أكثر شيء يغبن أنهم انتظروا 8 سنوات وبعدها قالوا لهم احذف روابط اللعبة بسبب انتهاك الحقوق. طلب المطور عدم توزيع اللعبة بأي شكل من الأشكال وحذف الروابط والمنتديات. وعلقت سيجا أنها تدعم كل معجبين بالألعاب عن طريق اشتراكهم بتجارب الألعاب والأخذ براهم، لكنهم لازم يحمون حقوقهم. والحين تم إعلان عن لعبة Street of Rage 4 اللي راح تنزل قريب. وهذه كانت حلقة اليوم لخمس أشياء، عطونا رأيكم فيها، وأيضا هل عندكم ألعاب ثانية حنا ما ذكرناها اذكروا تحت في الكومنتس، وإذا عندكم اقتراحات حق خمس أشياء ثانية نسوي لكم إياها اذكروا تحت بالكومنتس بعد. ولا تنسون مرة ثانية اللايك والاشتراك بالقناة لو ما اشترك. شكرا المتابعة، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.